ابعد عني، انت عايز تموتني ليه؟ طبعا انتوا عايزين تعرفوا ايه اللي حصل لقيس البنتي. تعالوا معايا نسمع الحكايه من اولها. قوم يا محمد، صباح الخير. صباح الخير يا دينا. ايه ده، مصحياني بدري ليه؟ ده يوم اجازتي. انت نسيت ولا ايه؟ مش انت كنت وعد العيال النهارده انك تخرجهم؟ صح. اوعى ما تفسحهمش، دول هيزعلوا قوي. طب بصي، خليهم يلبسوا وانا هفوق كده وننزل على طول. ماشي. وقعدت شويه على السرير وبعد كده رحت الحمام وفطرنا ولبسنا عشان ننزل نخرج. انا لبست يا بابا، هتودينا فين؟ انا عايز العب كره معاك. وانا عايز اروح الملاهي. استهدوا بالله كده، واحده واحده، وما تقلقوش هوديكوا في كل حته انتوا عايزينها. طب يلا ننزل علشان نلحق نفسح العيال. مين يا محمد؟ ده اخويا رضا. غريبه، ده ما كانش بيكلمني بقاله فتره. الو، ازيك اخويا، عامل ايه؟ تعالى يا محمد، عايزك دلوقتي، مفيش وقت. في ايه يا رضا؟ انت شكلك تعبان. انا مستنيك، تعالى بسرعه. حاضر حاضر، انا جاي لك على طول. في ايه يا محمد، ايه اللي حصل؟ اخويا صوته تعبان قوي وقال لي تعالى بسرعه، انا لازم اروح له دلوقتي. ايه ده، يعني مش هنخرج؟ معلش يا حبيبتي، اخويا شكله تعبان ولازم اروح له، هبقى اخرجكم وقت تاني ان شاء الله. روح له يا محمد، وانا هفهم الولاد الوضع ده، بس ابقى طمني. ونزلت جري علشان الحق اخويا، وكنت خايف قوي. مالك يا اخويا، فيك ايه؟ ادخل يا محمد، انا عايز اقولك على حاجه مهمه. بس ريح الاول، انت شكلك تعبان ووشك اصفر قوي، انا هطلب الدكتور يجي دلوقتي. لا ملوش لازمه، اسمعني بس عشان مفيش وقت. طب قول يا رضا. انت عارف ان انا عندي مصنع ومراتي وابني ماتوا وانت الوريث الوحيد ليا. وريث ايه بس؟ ما تقولش الكلام ده، ربنا يديك طول العمر. اسمعني بس ما تقاطعنيش. طب كمل، مش هقطع. المصنع ده يا محمد ما تبيعوش لاي حد، انا تعبت فيه قوي عشان اشغله. واستغربت من كلام اخويا قوي، ورحت المطبخ اعمل له حاجه سخنه يشربها، ممكن يكون شويه برد وبيهيس. بس رجعت له الاوضه وحصلت الصدمه. رضا، انا عملت لك شويه ينسون وهتبقى كويس. يا رضا، انت نمت ولا ايه؟ يا رضا، يا رضا، انت مش بترد عليا ليه؟ رد عليا يا حبيبي، رد عليا، رد عليا بالله عليك، ما تسيبني دلوقتي، ما تسيبنيش دلوقتي والنبي يا رضا، يا رضا. اخويا انا ما لحقتش اقعد معاك، انا كان نفسي اقعد معاك شويه حتى، انت سبتني ليه يا رضا دلوقتي؟ ورضا اخويا مات، وقعدت شهر ما اروحش الشغل، وكنت في حاله اكتئاب جامده قوي، وعلى طول نايم ومش عارف اعيش حياتي الطبيعيه. بابا ما تيجي تقعد معانا؟ ايوه يا بابا، نفسي تهزر وتضحك معانا زي زمان. هو انت ما عندكش بتحبنا؟ ليه بتقولي كده بس؟ ده انت اكتر حاجه بحبها في الدنيا. طب خلاص، يبقى تقعد معانا وما عدتش تقعد لوحدك. قررت ان انا ما ازعلش العيال واقعد معاهم، وخرجوني برضو من اللي انا فيه شويه. محمد، انت بقالك كتير ما بتروحش الشغل، كده غلط. لا، ما انا ما عدتش اروح الشغل تاني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ازاي؟ بص يا دينا، انا اخويا سايب لي المصنع، وانت عارفه ان موصيني ما بيعهوش، انا لازم اشغله. طب وهتعرف؟ دي مسؤوليه كبيره. عارف، بس ان شاء الله هتعلم ادارته كويس وربنا يسهل، رغم ان في ذكريات مش كويسه خالص. ايوه، حادثه موت ابن اخوك. ايوه الله يرحمه بقى. في يوم ابن اخويا كان رايح المصنع مع اخويا، والولد راح سايبهم وكان بيلعب، وفجاه سمعوا صوته وهو بيصرخ، وراحوا يجروا عليه، اتلاقوا منظر ابن اخويا وهو واقع من مكان عالي ومات. ومن ساعتها وانا مش بطيق المصنع ده خالص. يا محمد، انت كل ما بتفتكر الموضوع ده بتتعب. سيبها لله يا دينا. واجا تاني يوم والمحامي كلمني عشان اروح استلم المصنع، لبست ونزلت على طول عشان اقابل مدير المصنع شوقي، واستلمت المصنع، والمصنع كبير قوي، بينتج عصاير من كل الانواع وعمال كتير قوي، فعلا مسؤوليه كبيره، بس انا هقدر ان شاء الله اديره، وطبعا علشان اخويا يبقى مرتاح في تربته. وقابلت شوقي مدير المصنع. انت استاذ محمد اللي بقيت صاحب المصنع ده كله؟ ايوه، اهلا بيك يا استاذ شوقي. بس انت صغير قوي على اداره المصنع ده كله. يعني امشي يا استاذ شوقي ولا ايه؟ انت كلامك غريب الصراحه. لا طبعا يا استاذ محمد، انا ما اقصدش كده، انا اقصد ان حضرتك ما تعرفش حاجه عن اداره المصنع، وزي ما انت شايف هو كبير قد ايه. ما هو انت هتفهمني كل حاجه بتاعت حصل هنا ولا ايه؟ ايوه طبعا حضرتك تؤمر. خلاص تعالى فرجني على كل المصنع وعرفني بالظبط الشغل ماشي ازاي. طبعا اتفضل. وبعد ما اتفرجت على المصنع وعرفت الشغل، بس طبعا ما لحقتش اشوفه كله. شوقي، انا كنت عايز ورق حسابات المصنع. وليه؟ ده مدير الحسابات اللي موجود ممتاز جدا وكله تمام يعني. لا انا عايزهم، عايز اطلع عليهم. بس حضرتك مش هتقدر تشوف كل الاوراق دي، ده كتير جدا. لا ما انا هاخدهم معايا البيت وهسهر عليهم، ما تشغلش انت بالك. حاضر. واخدت الورق كله ورحت البيت. عامل ايه يا بابا؟ قول لنا المصنع شكله ايه؟ المصنع كبير جدا وفي عمال وآلات كتير، وبيطلع عصاير من كل الانواع. خلاص احنا عايزين نروح. وانا كمان. ايوه يا بابا والنبي، انت شوقتنا كده نشوفه. خلاص على اخر الاسبوع ده هاخدكوا وافرجكوا عليه، اكون خلصت الشغل اللي ورايا. وتاني يوم رحت المصنع علشان كمان اقول لشوقي ان الورق اللي معايا ده فيه حاجات ناقصه كتير. وبعد ما وصلت طلبت من شوقي اللي انا عايز اقابل مدير الحسابات، وبعد ما قابلته اتوتر وقال لي ان الورق ده عند شوقي، وحسيت ان في حاجه غلط وهما الاثنين بيبعتوني لبعض. بس قررت ان انا اسكت وبين
قايل لهم ان انا مش واخد بالي علشان اكتشف بنفسي ايه اللي بيحصل، وبعد كده طلبت من عامل في المصنع انه يفرجني على باقي المصنع. معلش ممكن تفرجني على باقي المصنع؟ بس الاول انت اسمك ايه؟ انا اسمي مصطفى، وطبعا افرجك على اللي انت عاوزه يا استاذ محمد. حبيبي يا مصطفى ربنا يكرمك. وانا بتفرج على باقي المكان لفت نظري ان في غلايه كبيره موجوده ومحدش بيقرب منها وهي اصلا مش شغاله. قول لي يا مصطفى، هو ليه الغلايه دي مش شغاله؟ ما هي مقفوله من ساعه الحادثه. حادثه ايه دي؟ حادثه ابن اخو حضرتك، ما وقع في الغلايه دي وما استحملش ومات. معقوله؟ انا كل اللي اعرفه ان هو وقع ومات بس ما اعرفش حوار الغلايه ده. ايه ده، انت سايب شغلك ليه يا مصطفى وجيت هنا ليه؟ روح شوف شغلك. طب روح انت مصطفى شوف شغلك، ومتشكر يا حبيبي على تعبك. تعبك راحه يا استاذ محمد. في ايه يا شوقي، انت بتعامله كده ليه؟ وبعدين هو كان واقف معايا يا اخي وما عملش حاجه غلط، ما تكررش بقى الحوار ده تاني. حاضر يا استاذ محمد. وتعالى انت بقى فرجنا على المصنع. طبعا اتفضل. هي ليه الاوضه دي مقفوله كده؟ هي فيها ايه؟ لا دي اوضه قديمه كانت مخزن واتقفلت من زمان. طب افتحها لي كده علشان اشوف فيها ايه. خلاص انا هقول لامين المخزن يجيب المفتاح بتاعها، بس هو اجازه وهيجي كمان اسبوع. لا بكره تجيب موظف يستلم مكانه ونفتح الاوضه في وجود لجنه من الشؤون القانونيه. طيب ما احنا ممكن نستنى الاسبوع ده لحد ما الموظف يجي. خلاص تمام، بس اعمل حسابك ان انا هجيب مراتي واولادي اخر الاسبوع علشان افرجهم على المصنع. يشرفوا طبعا في اي وقت. وقبل ما اروح على البيت رحت شؤون العاملين عشان اسال على الموظف امين المخازن واعرف هو اخد الاجازه من امتى. والغريبه ان هو قال لي ان ما بيجيش بقاله كتير وان شوقي هو اللي اداله الاجازه، وحسيت ساعتها ان في حاجه مش طبيعيه. وروحت البيت وانا مخنوق وفكر كتير ايه اللي بيحصل. وجينا لنهايه الاسبوع وصحيت بدري ولقيت ولادي ومراتي لابسين علشان يجوا معايا، وكانوا مبسوطين قوي. اخيرا يا بابا هنيجي معاك. انا فرحانه قوي. انتوا مالكوا فرحانين قوي ليه كده؟ هو انتوا رايحين الملاهي؟ لا احنا فرحانين قوي عشان هنشوف العصير بيتعمل ازاي وهنشرب عصير ببلاش. ده انت طلعت استغلالي قوي يا احمد. عيب عليك. طب يلا بقى يا اولاد ما تشغلوش ابوكوا علشان نلحق نروح بدري. اه يلا ننزل. ورحنا المصنع وعمال افكر في حادثه ابن اخويا، وكنت خايف قوي على العيال لحد يقرب من الالات، بس ربنا يستر. ايه يا محمد كل ده؟ ده شغل عالي قوي. ينفع يا بابا ساعد العمال؟ لا يا ايسر، الالات دي محتاجه عمال مدربين، يعني ما ينفعش الاطفال يتعاملوا معاها كده بكل سهوله. احنا مش اطفال. اسكت يا غلباوي. الله يا بابا العصير طعمه حلو قوي. انت لحقت تدوق العصير؟ طول عمرك مفجوع. خليك في حالك انت. هم دول ولادك يا استاذ محمد؟ ربنا يخلي. الله يخليك يا شوقي. طيب انا هروح اشوف الشغل. ماشي. محمد الراجل ده انا مش مرتاحه له خالص، شكله كده مش مريحني. والله يا دينا ولا مريحنا انا كمان، بس اهم حاجه تفضلي معايا انت والولاد ومحدش يروح بعيد عن التاني. وجه وقت خروج العمال وانا طبعا لازم استنى لغايه ما كله يروح علشان ابقى مطمن على الشغل انه يخلص كله. وسبت الولاد ومراتي تحت علشان الم حاجتي من المكتب، بس قبلها رحت اشوف شوقي ما لقيتوش، شكله كده روح. بس غريب ده كان كل مره ما يروح كان بيقول لي. وبعدين رحت على المكتب الم حاجتي. الو ايوه يا دينا انا نازل لكم اهو. محمد الحق احنا مش لاقيين ايسل. ازاي يا دينا انت بتقولي ايه؟ معرفش كانت جنبي وفجاه ببص ما تلقيتهاش. انا نازل دلوقتي وخلي احمد وياسر معاكي ما تتحركوش. وانا نازل نور المصنع اتطفى كله ومش شايف اي حاجه وما بقتش عارف اعمل ايه. ونورت كشاف الموبايل ونزلت بسرعه وتلاقيت دينا واحمد وياسر مستنيين. بابا انا خايف قوي، هو ايه اللي بيحصل ده؟ يعني كده ايسل ضاعت؟ يمكن تكون خرجت برا المصنع. مش عارف، تعالي كده نشوفها. ولما رحنا عند الباب اتلاقيناه مقفول، وفجاه النور جه تاني ولفينا عليها المصنع كله. وجه في بالي ان اروح الاوضه اللي كانت مقفوله، ولقيت شوقي ماسك ايسل ومغطي بقاه وبيهددني انه بيعلو المصنع ويسيب ايسل. بس الحمد لله انقذناها بعد ما مصطفى العامل اللي عندي حس ان في حاجه هتحصل من شوقي وطلب البوليس. وبعد لما جه اكتشفوا ان الاوضه دي فيها تانك كبير وموجود جواه جثه امين المخازن، وشوقي هو اللي قتله في الاوضه دي بعد ما عرف امين المخزن ان شوقي هو السبب في موت ابن اخويا. وكمان بعد ما قتل امين المخزن دخل جثته في تانك وحط فيها ماده علشان ما يطلعش ريحه جثته وحد ياخد باله، وكل ده علشان كان طمعان ياخد المصنع. دي كانت نهاية قصة مصنع الموت. أتمنى تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، وأحلى سلام.